السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنتكلم عن بطل خارق، بطل مصري بس للاسف محدش يعرف عنه حاجة، بس هعرفكم بيه النهارده. البطل ده اسمه خليفة متر ميخائيل. البطل خليفة متر ميخائيل صاحب عملية السبت الحزين اللي حرق فيها قلب الصهاينة في عيدهم. عملية السبت الحزين دي جاءت رد على ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البكر الابتدائية واللي انقتل فيها أكتر من 25 طفل وطفلة مصريين. خليفة متر ميخائيل مولود في سوهاج عام 1945، جندي مجند مصري وفرد صاعقة مصري. شارك في حرب اليمن وحرب النكسة وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. كان ضمن عناصر الكتيبة 83 صعقة، وفي يوم 30 مايو 1970 كلفت كتيبته بعمل كمين شمال الجنطرة وجنوب راس العش ضد القوات الإسرائيلية، ثم تلقى تعليمات من القادة بالانسحاب نظرا لقلة عدد الكتيبة المكلفة بتنفيذ العملية مقابل الإسرائيليين. إلا البطل خليفة متري رفض وحصل على إذن بالبقاء وتنفيذ المهمة، وقال: أقنعت القائد أن أموت أفضل لي من الانسحاب. وأسفر الكمين عن مقتل 35 إسرائيلي وأسرى 2، من بينهم رقيب الذي حاول الهروب ولحق به الجندي خليفة متر ميخائيل واستطاع السيطرة عليه بعد عراك وقتال فردي بالأيدي، ونقل إلى الضفة الغربية كأسير. سمي هذا اليوم بالسبت الحزين، وبسبب نجاح العملية كانت أول ابتسامة للرئيس جمال عبد الناصر بعد هزيمة 1967. أبطال لن ينساهم التاريخ. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة النهاردة. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نشكركم على حسن استماعكم لنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.